زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وللمرة الثانية على التوالي معرض دبي الدولي للطيران 2017، واطمأن سموه على راحة المشاركين في المعرض الذي يمثلون مختلف صناعات العالم في قطاع صناعة الطيران وتقنياته، ويمثلون في الوقت ذاته ثقافات عالمية متنوعة، جاءوا إلى دولة الإمارات يحملون رسائل محبة وثقة لدولتنا الحبيبة التي ترعى ضيوفها وتحرص على راحتهم وإسعادهم وتكريمهم بجميع السبل. وأزار سموه جناح منطقة الطيران في دبي الجنوب والتي تتطلع لاستقطاب استثمارات كبرى في إطار سعيها لأن تصبح مساهما رئيسيا في قطاع الطيران في المنطقة. وتسعى دبي الجنوب لأن تكون مدينة حديثة تحتضن عند اكتمالها أكبر مطار في العالم يتفرد بقدرته على استيعاب أكثر من 220 مليون مسافر و16 مليون طن من الشحنات سنويا. وقد جال سمو ولي عهد دبي في أرجاء المعرض يرافقه سعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، وسعادة اللواء طيار عبد الله السيد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، حيث توقف في بداية الجولة عند جناح يورو فلايتر تايفون للصناعات الجوية والدفاعية والذي تشارك فيه دول المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، ثم جناح دبي الجنوب الذي يعرض مجسما ضخما لمشروع مطار آل مكتوم الدولي في مدينة دبي للطيران بجميع مراحل إنشائه الأربع. ثم زار سموه جناح شركة بوينغ الأمريكية وجناح مصنع ستارتا التابع لشركة مبادلة لتصنيع أجزاء من الطائرات، واستمع سموه من مسؤولي شركة ستارتا إلى خطط الشركة حيث سلمت أكثر من 34 ألف قطعة من منتجاتها إلى كبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية منذ نشأتها، مؤكدا قدرتها على تحويل شعار صنع بفخر في الإمارات إلى واقع ملموس على المستوى العالمي. وعرج سموه على جناح وكالة الإمارات للفضاء وجناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية وجناح شركة بوم للطائرات المدنية. تدريب وتأهيل رواد الفضاء.